نؤكد أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق نار برعاية الشقيقة مصر، وبدأ سريانه على الأرض منذ الساعة 5 صباحا بشروط الجهاد الإسلامي نيابة عن فصائل المقاومة الفلسطينية، يتضمن رضوخ الاحتلال لهذه الشروط والتي تتمثل في وقف الاغتيالات، حماية المتظاهرين في مسيرات العودة، البدء عمليا في تنفيذ إجراءات كسر الحصار، والضامن لذلك هو حضور المقاومة في الميدان وجهوزيتها لرد أي عدوان مستقبلي، أيضا استمرار دور الشقيقة مصر على المستوى السياسي. في التزام على الميدان، تعرف أحيانا بكل اتفاق على